السلام عليكم. النهارده هنكمل لعبه انشارتد 3 وهنشوف اللي هيحصل في تشابتر 4. في التشابترات السابقه نيت وسولي عملوا صفقه مع تالبوت، بس الصفقه دي بتفشل. مارلو خدت الدبله من نيت، كاتر قتل نيت وسولي. بعد كده رجعنا بالزمن 20 سنه لورا لما نيت كان صغير ودخل متحف فرانسيس دريك عشان ياخد الدبله وجهاز التشفير، بس هو مش معاه المفتاح، فهيشوف سولي لاول مره ويمشي وراه عشان ياخد منه المفتاح، ونجح فعلا ان هو ياخده ورجع المتحف بالليل وخد الدبلة وجهاز التشفير، بس اتفاجئ بسولي وكيت طبوا عليه هناك وخدوا منه جهاز التشفير، بس معرفوش ياخدوا الدبلة لانه هرب منهم. كيت امرت الرجال بتوعها ان هما يجروا وراه وياخدوا منه الدبلة، بس سولي تعاطف معاه وساعده عشان كان خايف يموتوه. بعد كده اتعاونوا مع بعض وقرروا ان هما يبقوا صحاب. بعد كده رجعنا للزمن اللي احنا فيه دلوقتي وعرفنا ان نيت وسولي ما ماتوش وان كاتر معاهم، وكل دي كانت تمثيلية عملوها على مارلو والناس اللي معاها، بس ما نعرفش ليه عملوا كده. فتابعونا في تشابتر 4 عشان نعرف هما ليه عملوا كل التمثيلية دي. What? Come on. Really? What, Charlie? What's the holdup? I looked at Charlie. That's what Charlie thought. It'll be over soon. It'll be over soon. It'll be over soon. That's it. That's it. That's it. What are you doing? لا وكان ضايق فعمال يقول هتخلص دلوقتي، هتخلص بسرعه يعني. حته صغيره ايه في بتاعي عشان وات ويت جيت اراوند ذس واي لا انا ما اعرف انت ليه يعني ما كملوش بيقول حرك البتاع دي برجع تاني بس بيقول له خلاص احنا ما عندناش الليل كله. قال له شكرا على المساعدة. دي تقريبا اللي كان بيكلمها في اللاسلكي. قالت لهم ان التمثيلية كانت عاملة ازاي، قالهم كانت حلوة انت فاتت كتير ومش عارف ايه. Yeah, you did actually. It was very, very cathartic. Yeah, it's funny. Any trouble? الحاجة المهمة يعني ان هما ان هي كانت بتراقبهم، كانت بتراقب الناس بعد ما خرجت بالعربية اللي هي عربية كاثرين لما ركبت العربية، فكانوا بيراقبوهم عشان يروحوا ياخدوا الفلوس اللي هما كانوا بيمثلوا ان هي مزورة. يعني الفلوس اللي كانت في الأول خالص دي لما كانوا بيعملوا الصفقة كانت حقيقية، بس هما مثلوا ان هي مزورة عشان هما كانوا عايزين الفلوس والدبلة. او هما عايزين الاثنين، عايزين دبلة وفلوس وجهاز التشفير. شكرا. عايزين جهاز التشفير، عايزين يعرفوا مكان كاثرين فين عشان يروحوا يجيبوا جهاز التشفير. يعني عشان هما ياخدش الدبلة فيروحوا عندهم عشان يعرفوا هما فين. بس يعني هما عملوا كل الصفقة دي عشان يعرفوا مكانهم فين ويجيبوا جهاز التشفير ويعرفوا بقى ايه السر ورا الدبلة والجهاز التشفير. هو اسمه خاتم اصلا ولا ايه؟ هو بص سوري بيقول انا نفسي انا شوف الفلوس دي عايزها شوف الفلوس دي تكبر لي تكبر لي عايز اخدها كل ما كام شيء خطوه المهم عايزها دلوقتي. فهي ما كانت هناك قالت لهم ان هو الباب الاخضر اللي هما قالوا هندخل من الباب ده، فراح تشارلي قال لهم لا ممكن يكونوا جوه وهيهاجمونا وهم اكتر مننا،
فراح نيت قال لهم خلاص انا هشوف طريق تاني وافتح لكم من جوه. والبنت اسمها كلوي. انا كنت عايز اشيل اسيبه يقع. طب ليه يا ولد موتيه وخلاص. ما بحبش فوق بيبو. بحب الموسيقى. بيقول ان المكان فاضي. ما هم راحوا فين؟ مكان فاضي مفيش اي حد فاضي. مستغرب يعني في تعب. حد شايف عربية عشان مش شايف أي عربية. فتشارلي بيسأل كلوي اسمها كلوي بيقول لها أنت متأكدة إن هما دخلوا من الأخضر؟ من الباب الأخضر؟ قالت له يس. قالت لهم أنا أفتكر إن هما هنيت قال أكيد هما ما اختفوش يعني أكيد في تفسير لكده. فقال طب تفرقوا كده ودوروا. العربية ده أثر العربية. وكمان سولي قال أنا سولي قال أنا لسه شامم ريحة البتاع البنزين اللي بيجي بالعربية. إيه ده في حاجة بتتحرك؟ هو إيه السهل؟ هنا هنا فيه؟ عند إطار العربية. بيقول إن ال الأسعار دي لسه مبلولة من المطر. البتاع ده كمان بيتداس عليه. Hey, check this out. ألم كان كي. بيقول ده مكان الاربع عجلات بتاعت العربيه. فلو خمن يعني هي كانها عربيه. بيقول اكيد في حاجه احنا فايتانا يعني. بيقول النور هو اللي بيعمل كده. فقال سوري حط كده كشاف على الحيطه. الفلاش لايت بتاع العربيه. النور بتاع العربيه يعني هما كده كانهم عربيه يعني واقفين على الاربع عجلات وعامل كشاف على الحيطه. فكلوي قلقت وبتقول هو مين الناس الغريبه اللي عملت كده. فقالوا لكلوي تطلع بره تستلمهم بالعربيه عشان لو حصل حاجه يعني وهم هيروحوا يجيبوا المستشفى.
يقول مين اللي بيسوق عربيته بتاعت الارض. صراحة تشارلي قال له اكيد حد مش عايز حد يراقبه يعني او يمشي وراه. المفروض دي نكتة يعني سهلة الانجليزي بتاعها بس انا مش عارفة اترجمها. Balls. Just have to find a way around. Didn't. Yeah, I'm sorry. Hey, over here. Stop. Enter. Yeah. Stop the machine. Be able to squeeze through here. Lead on, McDuff. What? They are going to come. Can we help you out? All right, back then. Yeah. You know, I don't like the places that are old. He tells him, "I'm finished. I'm not going to." المسدس اللي معايا فيه كاتم عشان محدش يسمع صوتنا يعني. عشان كده مفيش ما اكتشفوناش يعني. هما اصلا فاكرين ان احنا ميتين كل ده. فدي حاجة كويسة عشان عندنا عنصر مفاجأة. كده لو ميتين هنا. بيقول في ناس تانية أكتر في الشب هم أصلا شافوني. بيقول في تقريبا بوابة فوق فعايزين يوصلوها. Charlie,
شابتر 5؟ ايه ده كان مختصر قوي. طيب وكده الفيديو خلص، ونشوفكم الفيديو الجاي، واستنوا بقى شابتر 5.